of Egyptians came down to the streets in nationwide protest. This uprising defies any definitions. People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. انت بتسجل ولا بتعمل ايه بالظبط؟ خليني احكي لك القصة ابتدت ازاي؟ ابتدت لما شوية شباب جدعان عشان يحاربوا الظلم والفساد والفقر. ميدان التحرير! أنا قابلت مجدي عاشور في الميدان. مجدي عاشور هو أحد أعضاء الإخوان المسلمين. كنت في يوم من الأيام أتوقع إن نقف في ميدان التحرير متضامنين كلنا مع بعض؟ كان بالنسبة لي هتبقى صعبة. لو آخر نقطة دم طلعت مننا قوات مسلحة مش هيطلع طلقة فيهم. والرجاء اللي معاه حاجة يلمها خمس دقايق ولا حاجة بتقول على الله. قول لي احنا هنعمل ايه دلوقتي عم مجدي؟ انا مش هفرح لما انت تاخد رصاصه في دماغك وتموت يعني. لان هي طبعا حكايتنا محدش بيحكيها غيرنا احنا. يوم اللي دي في حرب في الميدان دي مش ثوره لا. عاملين زي صفقة مع الجيش. هو السيد محمد مرسي رئيس الرعيات. عارف عمران دي؟ أنا بحبه لكن بكره جماعة الإخوان المسلمين. حق الإخوان يقفوا مع المجلس العسكري، المجلس العسكري اللي قتل شعبه. خدوا الميدان واعملوا اللي أنتوا عايزينه والثورة جاية غصب عن أي حد. خلاص 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 خل